موضوع الحياه كريمه. وزاره الاسكان بالتعاون مع الهيئه الجنسيه للقوات المسلحه قامت بدراسه القرى على مستوى الريف المصري بالكامل، واشتغلنا على ال 52 مركز، وابتدينا نحط اقامتك التحديد النوعي والكمي للخدمات المطلوبه. التحديد النوعي والكمي كان مرتبط بالتوزيع المكاني والتركيب الوظيفي كمان للسكان في هذه المناطق والمستويات الاداريه المختلفه، اذا كانت وحده محليه او قريه او تابع ايا كانت درجه هذا التابع. بالتعاون مع الهيئه الانسانيه للقوات المسلحه فندم، ابتدينا نشوف النمط العمراني والمعماري المناسب للريف المصري اللي بيحقق بعض العناصر اللي كان حضرتك كنت بتاكد عليها: الجوده والشكل المناسب والاستمراريه في التواجد بشكل لائق من اعمال الصيانه. والنماذج اللي تم الاختيار عليها وفقا لما تم عرضه هي بتتكون من مباني من الانشاءات الخرسانيه، ولكن في تغطيات بالطوب الاحمر بيناسب الجو في الريف المصري وبيقدر نعمل له صيانه وعنايه بشكل مناسب. الطوب الوردي ويمكن احنا كمان عملنا منه نوع يكون اغمق شويه، يكون قابل لتحمل التغيرات المناخيه. احنا عندنا بنعرض على حضراتكم النهارده المجمع الزراعي ومجمع خدمه المواطنين ومراكز الشباب. وفقا لتوجيه حضرتك، احنا الخدمات اللي بتؤدى في المشروع هي بتماثل ولكن على الحجم المناسب لمتلقي الخدمه ما تم عمله في العاصمه الاداريه الجديده للحكومه، بحيث ان هذه الخدمات كلها مراقمنه بتؤدي خدمات متصله بالوزارات الرئيسيه اللي بتتعامل معاها، وبالتالي بيبقى عند الريف المصري نفس الفرصه المكافاه، ونفس المواطن ما يتمتع به في الحضر بيتمتع به بالريف من خدمات ولكن بما يتناسب مع الوضع. مجمع الخدمات الزراعيه اللي احنا محطوط قدامنا ده النموذج الاكبر. احنا عندنا اربع نماذج على مساحات اراضي مختلفه، في منه بيشيل ثلاث او اربع خدمات: وحده بيطريه وجمعيه زراعيه والتجمع ومركز لتجميع الالبان ومركز للارشاد الزراعي. بيختلف باختلاف المستوى التنميه المحليه، اذا كانت وحده محليه او قريه او تابع، والنماذج موجوده والنماذج فيها مرونه للتوافق مع المواقع. العدد اللي احنا هننفذه من هذا النموذج 178، تم توفير اراضي ال 114 وجاري العمل فيهم، وباقي الاراضي بيجري دراساتها مع الهيئه الهندسيه. حضرتك المجمع خدمه المواطنين، احنا عندنا المجمع دوت هيبقى موجود منه 178 وحده في وحده محليه، تكلفته تقريبا الواحد نتكلم فيه 10 مليون جنيه للمجمع على مساحه من 600 ل 800 متر. المجمع دوت حضرتك احنا الموقف التنفيذي حاليا احنا 82 مجمع تم البدء فيهم، 129 مجمع تم عمل الجسات، 152 مجمع يعني توفير التصميمات. وبالتالي احنا ابتدينا حضرتك نشتغل في هذه المجمعات، والمجمع ده في الدور الارضي مركز خدمه للمواطنين، في 17 شباك، 17 شباك منهم 14 شباك شباكين لكل خدمه، بيوفر سبع خدمات لجهات الدوله المختلفه، وثلاث شبابيك لكبار السن وذوي الهمم، اللي طبعا متاخد في الاعتبار تواجدهم والرمبات الخاصه بالدخول والخروج. المراكز الشباب برضه يا فندم احنا ابتدينا نشتغل في مراكز الشباب، وجاري العمل في تطوير 350 مركز، وتم البدء في عمل 115 مركز شباب حتى الان، وجاري استكمال المراكز الباقيه. مركز الشباب في حضانه صغيره وفي اماكن لصالات متعدده عشان الاهتمام زي ما حضرتك وجهت بالشباب في المرحله القادمه، اعتقد جزء مهم جدا في العمل اللي احنا بنعمله. بس لا يفوتني ان انا اقول لحضرتك ان نموذج الوحده السكنيه اللي حضرتك اشرت اليه ده نموذج لتطوير الوحدات القائمه، انما النماذج اللي احنا بالتعاون مع الهيئه الانسيه صممناها وهتم البناء عليها هي نماذج متعدده الادوار، مش نماذج دور واحد. النموذج الدور الواحد اللي احنا عرضناه ده حضرتك في العرض هو بس لتطوير المنزل الريفي القائم. ده برضه يا دكتور احنا عايزين نتكلم مع المواطنين، وده كان في سياده الرئيس نقنعهم ان احنا مثل بنا برضه استفاده بالارض في اكثر من دور. بالظبط. طيب انا بس كل اللي هقوله ليك يا هاب دكتور عاصم، كنت المعلومه الثانيه يا دكتور مصطفى، اللي احنا بنشوفه
مش هنشوف عقل حق. انما انا عايز اقول ايه، لو ما اهتمناش بقى في مجموعه عمل تشتغل ومختلف وسيطر عليها وبتتشال الواحد كل مفاتن بأساق مختلفة. وانا بقول الكلام دلوقتي عشان برضو كل الناس تسمعني، بتكلم يا محمد زكي على انك انت قادر على مختلف المستويات مسؤولين معانا مش كده؟ تمام. وبرضه بكلم وزاره الداخليه ان مدير الامن والمامور وكل من هو موجود مسؤول معانا، والكادرات التنفيذيه اللي موجوده في المحليات في المحافظ او كل هيئه المجتمعات الجانب الثاني. جهاز مركزي انا هيقوم بالدور. مين هو تبع مين؟ طب ماليش دعوه تبع مين يا دكتور؟ لا ولا شوف اسمع، احنا حطينا جوال ضخمه صحيح طبعا، لو ما استفدتوش بيها وخلينا الناس تستفيد بيها يبقى احنا يا دكتور بنهدر طاقتنا. احنا بنطمن حضرتك يا فندم ان احنا حتى في مجال، انا مش هطمن يا دكتور الا لما افتتح ان شاء الله. مش كده؟ احنا في مجال الصرف الصحي 64% من الكرة اللي داخله في المرحله الاولى تم البيت من هانس ووزاره الاسكان فيهم فعلا على الارض. المحطات المعالجه انا بتكلم على محطات المعالجه وشبكات يا فندم ورافع. كل هو العبره مش اللي نعمله بس الاستدامه. مين هيتابع الحاجه دي بعد ما تتعمل؟ ما كنتوش بالمناسبه تجدوا فرصه وتفكر وافكار ان الشباب اللي موجودين في الكوره دول يشتغلوا معانا في الحاجات ديت ويبقى هم بياخدوا عوائدها كنوع ما اعرفش هتتعمل ازاي، عشان نقول ايه طب احنا عملنا، طب مين هيصين الكلام ده؟ احنا يا فندم عندنا في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي عملنا شركه للصيانه والاداره عشان وحدات الاسكان الاجتماعي اللي الدوله عملتها ما يتمش عدم صيانتها وتهدر. بالتالي ممكن احنا نكلف هذه الشركه وهي شركه مملوكه للدوله 100% ان هي تنشئ بقى من خلال التعاون مع الشباب في القرى مجموعات للاداره والتشغيل من خلال تنظيم مجمع. اللي انتوا هتعملوه كانشاءات وشغل خاص بالمرافق، لو شباب القريه بقى معني بالموضوع وبقى هو اللي متحصل ياخد منه انا ما اعرفش ازاي هيبقى فرصه عمل طبعا. تمام تمام. لكن تفكروا في الموضوع ده دلوقتي. ده دلوقتي 38% من القوى العامله في كل المشروعات من القرى اللي بتشتغل، يعني كل قريه فيها 38% من اللي بيشتغلوا من القريه نفسها. ربنا يا رب يطول عمرك. شكرا.